محمد رمضان بقى احيا حفل نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي التونسي، وطلع على الملعب يعني على الستيج على الملعب في الملعب امبارح. عايزين نتكلم عنه شويه. تاريخ ميلاد محمد رمضان 23/5/88. اوكي 23/5. اوكي ده هو في اول كان لابس تيشرت نيلسون مانديلا والناس كانوا بيعلقوا على الحكايه دي. على اللقطه دي للاسف لا انا ما اتفرجتش على اي حاجه، انا بشوف كل حاجه على الفيسبوك. ما كانش طيب. محمد رمضان قدامه نقدر نقول سنة محتاج ان هو يعيد فيها تصالحه مع كل العلاقات اللي حواليه، لان هيبقى عنده تحديات كبيرة ليها علاقة بالسوشيال ميديا وبتواصله مع الناس. اذا ما قدرش خلال السنة دي ان هو يصلح الشد والجذب اللي حاصل على السوشيال ميديا هيحصل له تحديات قوية ليها علاقة بوجوده وسط الناس. أهم نصيحة لي إن هو محتاج إنه التواصل بينه وما بين الناس يبقى بشكل أفضل من كده، لأن هو طاقته كأنها طور أكتر منها جوزاء، عشان كده في شد وجذب دايما بينه وبين الناس على السوشيال ميديا.